اهلا بكم من جديد في فقره دين ودنيا. توقفنا في الحلقه السابقه عند موضوع الدعاء المستجاب وشروطه وما هي الخطوات التي يجب اتباعها عند الدعاء لله عز وجل، وكيف يتم الاستجابه للدعاء، وهل هناك اشخاص دعائهم مستجاب ومن هم. اسئله كثيره ساطرحها اليوم على فضيله العالم الجليل الشيخ رمضان عبد المعز، كما ننتظر مداخلتكم للمشاركه باسئله للشيخ حول موضوع الحلقه سواء على الموقع الالكتروني على الفيسبوك او ايضا على الهاتف ان شاء الله. اهلا بك شيخ رمضان، وشاكرين حضورك من المطار الى هنا من العمره، يعني ان شاء الله مقبوله باذن الله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. يعني يمكن احنا كنا تحدثنا في الحلقة السابقة عن الدعاء، لكن هل أنا أسألك هذه الحلقة يعني ونبدأ بأهمية الدعاء؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، تحية حب وتقدير لمشاهدينا الكرام ولحضرتك أستاذ عمرو. وإحنا حطينا أيدينا على موضوع في غاية الأهمية، وحضرتك أكرمك الله بدأت بأول عنصر في الموضوع، ما هي أهمية الدعاء؟ هل الدعاء ده شيء أساسي ولا شيء تكميلي؟ إحنا ما بنيجي ناكل عندنا وجبة أساسية وبعد الأكل بنحلي، واحد يحلي واحد ما يحليش، بس المهم يأكل الأول. الدعاء قال صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ما فيش حاجة أكرم عند ربنا من الدعاء. وقال إن أعجز الناس، مين أعجز الناس؟ هل هو مشلول الأطراف؟ هل هو المريض طريح الفراش؟ قال أعجز الناس من عجز عن الدعاء. وسيدنا الإمام ابن القيم رحمه الله يقول إن الدعاء هو أقوى الأسباب لتحصيل المطلوب ودفع المكروه. أنت عايش في الدنيا عايز حاجات، لك طلبات ولك أمور أنت خايف منها عايزها تبعد عنك، صح ولا لا؟ نعم. يعني دائما بنقول اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، هذا طلب، ونعوذ بك من سخطك والنار. أنت مش عايز النار وتعبها، فأنت قال لك أقوى سبب للأمر ده هو الدعاء. وقال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، الدعاء هو العبادة، واقرأوا إن شئتم قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فين فعل الشرط؟ ادعوني. فين جواب الشرط؟ أستجب لكم. وبعدين قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. كان سياق الكلام هو بيتكلم عن الدعاء، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن دعائي، فهو اتشالت كلمة دعائي واتحطت ايه؟ عبادتي، فانزل الدعاء منزلة العبادة. عشان كده النبي قال الدعاء هو العبادة، والدعاء ده اهميته له اهمية كبيرة جدا في حياتنا، ما نقدرش نعيش من غيره، لانه هو اقوى سبب لتحصيل طلباتك ودفع المكروه عنك. الدعاء نوعين زي ما سيدنا النبي علمنا عليه السلام. في دعاء مسألة وفي دعاء عبادة. دعاء مسألة عايز اتعشى، مزنوق في حاجة وعايز ابني ينجح، عايز بلدنا يتصلح حالها، دعاء مسألة ليه طلب. وفي دعاء عبادة، ان انا الحمد لله متعشى كويس وعندي ما يكفيني وبرضه بدعي ربنا سبحانه وتعالى. مش انا دايما اقول له اياك نعبد واياك نستعين؟ ها الإمام الشافعي رحمه الله بيقول إيه؟ يقول أتهزأ بالدعاء وتزدريه؟ أحيانا يجي لي ولي أمر تعبان جدا وعنده مشاكل كتير قوي، فأقول له ادعي ربنا، يقول لي فين الحل يا شيخ؟ أنا ما تقوليش كلام إن شاء الله يكرمك، قول لي أعمل إيه؟ أقول له ادعي ربنا. هي الدعاء ده حاجة سهلة يعني؟ الإمام الشافعي يقول أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. الدعاء يتخطى كل الحواجز. سيدنا زكريا دخل على سيدة مريم في المحراب فوجد عندها رزق، عجيب ازاي عندها رزق وهو العائل بتاعها، هو اللي بيصرف، هذا رقم واحد، وكفلها زكريا هو الكفيل بتاعها، فمين هيدخل لها أكل غيره؟ فتعجب. الحاجة التانية وجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء، ولا فيش لا صوب بقى الصوبة الزراعية ولا الكلام ده كله، فهو تعجب لأمرين، الأمر الأول إن محدش بيجيب أكل غيره، والأمر الثاني إن الأكل اللي عندها هو بطبيعة الحال مش موجود في البلد. قال يا مريم أنى لك هذا، وأنى للاستبعاد، حاجة مستبعدة، ما قال لهاش كيف لك هذا أو من أين لك هذا، أنى لك هذا.
قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. في الموقف نفسه سيدنا زكريا في بيت المقدس، والله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، يعني ما فيش فاتورة، يعني unlimited زي ما بيقولوا كده، أي حاجة. هنالك في الموقف نفسه دعا زكريا ربه. خدوا بالكم هو وصفه إيه بقى. امرأة عاقر لا تنجب، ما ينفعش تخلف، وهو بلغ من الكبر عتية، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ما قالش إنك مجيب الدعاء، لأن ربنا مش محتاج أوصي أقوله يا رب أنت بتستجيب الدعوات، يا رب أنا دعيتك واستجيب لي يا بقى، ما هو طالما سمعني هيستجيب. إيه اللي حصل؟ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. الفاء في اللغة بيسموها للتعقيب والسرعة، يعني هو دعا، قامت الملائكة نادت عليه، قالت له مبروك جالك ولد. قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر؟ ازاي يحصل يعني؟ ها، ما احنا قلنا بقى عشان كده الدعاء هو اقوى الاسباب. ما فيش حاجة مع ربنا ازاي وكيف ومتى وامتى وازاي يحصل ده يا رب، ما فيش مع ربنا كده. فسبحان الله العظيم اترد عليه قال كذلك الله يفعل ما يشاء. فسيدنا زكريا برضو طبيعة البشر، بجد طب ممكن تدوني أمارة؟ تدوني أمارة؟ قال رب اجعل لي آية. يعني انت برضو لسه يعني ما هو الأمر عجيب فعلا. هو الأمر عجيب، هو بلغ من الكبر عتيا وزوجته عاقر، الأرض ما بتطلعش زرع. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام، تقعد 3 أيام لسانك موجود، ما تقدرش تقول هتشرب، ما تقدرش تقول اقفل الباب لو سمحت، ما تقدرش تتكلم إلا رمزة واذكر ربك كثيرا. شوف الإعجاز بقى، هو لسانه توقف عن الكلام إلا إشارة رمزا يشاور بس، لكن في حالة ذكره لله واذكر ربك كثيرا، كان يقول سبحان الله الحمد لله يذكر ربنا، لكن يطلب أي شيء ما يقدرش. يبقى اتعلمنا من ده ان الدعاء اقوى سبب. ما فيش حاجة اسمها اجي اقول لحد ادعي يقول لي طب ازاي، طب ويحصل، ما فيش حاجة اسمها ازاي، ادعي ربنا سبحانه وتعالى. ده اهمية الدعاء رقم 1 في حياتنا، هو العبادة، هو اقوى سبب لتحصيل ما نتمنى. الدعاء ده نوعين، دعاء مطلب اي حاجة بطلبها من ربنا. لا تسألن بني ادم حاجة وسل الذي ابوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ربنا يغضب لو أنا ما سألتوش، تخيل. وبني آدم لو سألت مرة واثنين وثلاثة يقول لك كفاية بقى، وأنا ما وريش حد غيرك أخدمه. وأظن في دعاء يا مفرج القروب يا قاضي الحاجات يا مجيب دعوة المضطرين. نعم، دعاء سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. والله سيدنا النبي علمنا بعض الدعوات والله العظيم عن تجربة الإنسان يدعي. اللهم أغنيني برحمتك عن رحمة من سواك. اللهم فارج الهم. نعم. وكاشف الغم. ومجيب دعوة المضطرين. رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما. نعم. ارحمني برحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. إلا فورا ربنا سبحانه وتعالى يبدله من الهم فرج، ومن الضيق مخرج، ومن العسر إلى يسر. لأن الله تبارك وتعالى قال ادعوني أستجب. يا ريت نقوله تاني عشان إخواننا اللي بيشوفونا هذا الدعاء يا جماعة قوي جدا، ويعني ربنا يعني يجعلنا يعني من اللهم فارج الهم وكاشف الغم ومجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما. ارحمني برحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. والله أنا يعني أناشد إخواني وأخواتي وولادي وآبائي وأمهاتي وكل الشرائح، بس جربوا الدعاء ده. بس عشان نجربه بقى ومجرب الحقيقة. بس يعني احنا في ما في نقطة بقى احنا عشان بيها الحلقة الماضية وقلنا نتكلم عنها الحلقة دي. المشكلة انه مش في الاستقبال، المشكلة في جهاز الارسال. ما عشان ادعي ربنا سبحانه وتعالى في دعوات عندي في القرآن والسنة. سيدنا موسى خرج من مصر خائفا يترقب، عايز ياكل وعايز يشرب وعايز مأوى سكن وعايز يتجوز، ها،
وبعدين راح فجلس تحت الشجرة. قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يا رب أنت خيرك مغرقني بس أنا محتاج. ها؟ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. الفاء زي ما اتفقنا للتعقيب والسرعة. هو دعا الدعوة، هو دعوة ما تكملش سطر. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، جات له العروسة لحد عنده قالت له تعالى بقى إن أبي يدعوك، وراح لسيدنا شعيب وتزوج موسى وأكل وشرب وسكن. يبقى هو الدعوات موجودة في القرآن والسنة، ودعوات سهام لا تخطئ أبدا. لكن عفوا مولانا، هل هناك دعاء مستجاب ودعاء غير مستجاب؟ الله تبارك وتعالى أمر بالدعاء ووعد بالإجابة، بس لما أمرنا بالدعاء، الدعاء له شروط. بمعنى دلوقتي عشان أنا أصلي، نعم، الصلاة لها ست شروط بيسموها شروط صحة الصلاة. اتفقنا يا أستاذ عم؟ نعم. واحد ما صلاش العشاء دلوقتي من السادة المشاهدين عايز يقوم يصلي العشاء، نقول له يلزمك ست شروط: طهارة الثوب، طهارة البدن، طهارة المكان، استقبال القبلة، ستر العورة، العلم بدخول وقت الصلاة. نعم. هاب ان هو قام كده لوحده كده مرة واحدة من غير ما يتوضى، نعم، ولا اي شيء، وقال انه يتصلي العشاء اربع ركعات، وصلى العشاء اربع ركعات فعلا وهو ما توضاش، ايه اخبار صلاته ايه؟ نقول له اختل الشرط، لازم من شروط صحة الصلاة الطهارة. طب القبلة ناحية فين؟ كده. طب انا هصلي كده وادى الاربع اركان. نقول له لا، لابد ان الدعاء بتاعك يستوفي الشروط حتى يكون دعاء مستجاب. طب نقول الشروط بقى دعاء يعني مستجاب. يعني النبي عليه السلام الحديث في صحيح الامام مسلم، نعم، قال ان الله امر المؤمنين، ان الله طيب لا يقبل الا طيبا، وان الله امر المؤمنين اللي هو احنا، يا رب اجعلنا من المؤمنين، بما امر به المرسلين. ربنا امر المرسلين قال يا ايها الرسل كلوا من الطيبات. طب وأمر المؤمنين بإيه؟ قال يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يده إلى السماء يقول يا رب يا رب. خد بالك النبي يقول إيه بقى؟ ومطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، غذي بالحرام. لو دورنا على ذرات جسمه، ها، يمكن نلاقيها كرات الدم الحمراء وكرات الدم البيضاء من حرام. النبي عليه السلام يقول إيه؟ فأنا يستجاب لذلك. ها طب ازاي يعني؟ اذا كان هو لسانه اللي بيدعي بيه حرام، فيبقى اول حاجة اطب مطعمك تكون مستجابة الدعوة، يعني ما بقاش سارق وناهب، ها، ورايح يحج بفلوس حرام ويتقال لبيك اللهم لبيك، يتقال له حجك مأزور غير مأجور. ما انت ما مش حضرتك، هو ما سلكش الضوابط. حتى قال علماؤنا اذا حججت بمال اصله دنس فما حججت ولكن حجة العير. يعني المرتشي اللي خد فلوس الناس وراح يحج بيها، ها، هل من العدالة نقول ده حاج مش قد الاركان بس ده فلوسه حرام؟ يقول له اذا حججت بمال اصله دنس فما حججت ولكن حجة العير. بصبره حج، ملابس الاحرام حجت، شنطة الهاند باج اللي شايلها وبيطوف حول الكعبة ممكن اقول انها حجت لكن هو ما حجش. يبقى من شروط اجابة الدعاء رقم واحد اطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. اثنين، عشان ادعي ربنا لازم ان يكون عندي يقين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ادعوا الله ها وانتم موقنون بالاجابة. مش يعني يا رب هتستجيب لي بس اصلي انا، لا اصلا انا بدعي ربنا وما بيستجيب لي. مفيش حاجه اسمها كده. حتى النبي عليه الصلاه والسلام يقول لا يقول احدكم اللهم اغفر لي ان شئت ان شئت ان شئت. ايه؟ اعزم المساله يا رب، يا رب انا ماليش غيرك يا رب، واقسم على الله والح على الله في الدعاء وابقى عندي يقين ان ربنا هيحقق طبعا. واطلب اقصى درجه في الدعاء، يعني طبعاً اذا سالت الله فاساله الفردوس الاعلى في الجنه. الله يبارك لك. نعم. من الحاجات الجميلة قوي في حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، نعم، أن رجلا أعرابي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيسأله الصدقة، فأعطاه النبي غنما بين جبلين، غنم كبير قوي. بعض شراح الحديث قال لك أنه أحصوها لقوها قرابة الألف شاة. تخيل واحد رايح يشحت من النبي، يعني بياخد درهمين ثلاثة كده، فالنبي أعطاه له قال له خد الغنم دي ليك، فبيحصوها لقوها ألف شاة.
عزكم الله الغنمات، الغنمه بتاعت يعني في عصرنا ب 1000 جنيه مثلا، ف 1000 ده مليون. الراجل ده قصته غريبه قوي. سيدنا عبد الله بن مسعود راح له قال له انا عايز اعرف انت ايه اللي وداك للنبي عليه الصلاه والسلام، وهل سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كان يرعى غنما في المدينه؟ طب النبي جاب الغنم دي منين يعني؟ ايه ايه قصه ان ان انك تاخد الغنم دي كلها يعني؟ فالرجل الاعرابي قال والله لا احدثكم الا بين يدي رسول الله عليه الصلاه والسلام. ده انا حكايه حكايه عشان الساده المشاهدين يخرجوا من الحلقه ديت وهم عارفين اهميه الدعاء وازاي ندعي ربنا سبحانه وتعالى. فالرجل قال والله فتح والله ما افتح بقي بحرف الا قدام سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. فاخذوه وراحوا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الراجل بيقول لسيدنا النبي عليه السلام يا رسول الله والله احدثك ولا اكذب، انا ما اقدرش اكذب عليك، انا رجل فقير معدم عايز اكل، محتاج درهمين، الدرهمين يساوي 5 قروش مصري، كل 10 دراهم مصري، كل 10 دراهم يساوي ربع جنيه مصري. قال له انا محتاج اكل، محتاج قرص شعير. فسمعت عن رجل بالمدينه معطاء، كان سيدنا عثمان بن عفان يعطي، وسيدنا عبد الرحمن بن عوف. فقلت اذهب فاطلب درهما او درهمين، قلت اروح للرجل الغني ده اقول له سلفني اكل او اديني صدقه. يقول وبعدين قلت يا رسول الله انا قبل ما اخرج كده قلت اصلي لله ركعتين، اصلي ركعتين كده ان ربنا يحنن قلبه علي. يقول وانا ساجد بين يدي الله دار في خلدي انه ما كان لي ان اسوي مع الله غيره. راجل اعرابي ما يعرفش يقرا ويكتب، بيقول دار في دماغي كده. قلت ايه ده، انا هروح اطلب من بشر زيي اقول له اكلني وربنا هو اللي بيرزق؟ قلت والله ما انا رايح. وبعدين صليت وسلمت ورفعت يدي الى السماء وقلت اللهم، راجل بيتكلم بمنتهى البساطه، اللهم يا من قلت في كتابك امن يجيب المضطر اذا دعاه، انا مضطر ادعوك. يا من ناداك نوح رب اني مغلوب فانتصر فاستجبت له وانجيته بالذي اهلكت به. انت ربنا غرق قوم نوح بالميه وأنجاه بالمية، نعم. فأنجيته بالذي أهلكت به، نعم. وأجبت أيوب لما مسه الضر وأعطيته فوق ما يطلب، وأجبت يونس في بطن الحوت، وأجبت زكريا لما طلب الولد فأعطيته نبيا. زكريا طلب ولد أعطيته نبي. والرجل ببساطة يقول إيه، يا ربي ما كان لك أن تقبل كل هؤلاء ثم تردني. شوف البساطة دي، شوفوا الجمال ده، بيقولوا يا رب يعني ايش معنى استجبت لهم وهم ما انا برضه عبدك كده. بيكلم ربنا سبحانه وتعالى، ما حدش عطى له ورق يقراها زي ما انا بشوف حوالين الكعبه ناس محتاسه كده ومسك ورق وعمال يقرا، وانت محتاج تقرا ربنا، ما تقول اللي نفسك فيه. يقول يا رسول الله قلت كده وغلبني البكاء وقعدت ابكي، ما كان لك ان تقبل كلها الا ثم تردني. فطرق الباب الطارق، فرحت فتحت فوجدت رجلا يقول يا هذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الوادي بين جبلين، اذهب واطلب ما شئت. فاعطاني العنوان فجيت لك. فوقف سلم على رسول الله، فانه كان في غنم كثيره بين الجبلين. السلام عليك يا رسول الله، عليكم السلام ورحمه وبركاته. فالنبي قال له ها عجبتك الغنم؟ قال نعم، وحاجه جميله طبعا. قال اتبغيها؟ عايزها؟ فالراجل سكت، فالنبي قال له هي لك. فسيدنا النبي بقى ده شق الراجل، الحكايه اللي الراجل حكاها من وجهه نظره، من وجهه نظره المشهد اللي حصل معاه. واذا برسول الله يقول اللي طرق بابك ملك والله عز وجل امرني ان اعطيك اياه، ربنا اللي امرني بكده. ده خدها بايه بقى؟ انا بطلق على دعاء الرجل ده اللي دعاه دعاء المليون. يعني بدعوات صادقه بيقين صادق، عنده يقين في الله تبارك وتعالى، ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه، وبيكلم ربنا بيقول له يا رب انت قلت في كتابك امن يجيب المضطر اذا دعا، وانا مضطر ادعوك. العلاقه ما بين العبد وربنا سبحانه وتعالى. اضرب مثل في مساله الدعاء، بقول انه ما فيش ابن لما يبقى عايز حاجه من مامته، طالب حاجه من مامته واحنا اطفال صغار زمان، مش هروح احفظ نهج البرده لاحمد شوقي عشان مامتي تديني طلبي، صح ولا لا؟
انما بروح بقى يا امي وانا ماليش غيرك، طب اعمل ايه، طب اديني، طب عشان خاطري، واقعد ابكي ليها شويه فبيرق قلبها وبتديني. يبقى الدعاء عشان ادعي صح لازم أن يكون مطعمي حلال، عشان ادعي صح لازم أن يكون عندي يقين، ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. عشان اكون ادعي صح، شوفوا دعوات القران بقى، في سوره في القران انا بطالب الساده المشاهدين على الهواء في اول الجزء ال17 اسمها سوره الانبياء، سوره في غايه الروعه والجمال، جابت انبياء الله، سيدنا ابراهيم، سيدنا نوح، سيدنا موسى، سيدنا هارون، سيدنا ايوب، سيدنا زكريا، سيدنا يونس، ها جابت انبياء الله، كل نبي كان عنده مشكله. سيدنا ابراهيم قالوا حرقوه رموه في النار، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم، كل واحد كل نبي كان له مشكله. فدعا ربنا دعاء، فتلاقي في سوره الانبياء وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين فاستجبنا له، وذنون اللي هو سيدنا يونس اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له وتحلت مشكلته، وزكريا قال ايه رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له. سوره كامله اسمها سوره الانبياء، هي نص جزء بس تقراها في اخر بقى المشهد، يعني يا رب انت ليه استجبت سيدنا ابراهيم وليه استجبت سيدنا نوح وليه سيدنا موسى وليه سيدنا ايوب، اخر مشهد بقى الخلاصه في اخر سوره الانبياء، انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وده المحور الثالث عشان اكون مستجاب الدعاء، ان انا اكون بعمل خير، فاللي بيعمل خير وبيساعد الناس وبيطيب خاطرهم وبيطبطب عليهم وبيساعد المحتاج وبيعطي الفقير وبيزور المريض وبيصل رحمه، مش ممكن يدعي ربنا في اي وقت وربنا يرد دعاء؟ اذا كان لما حد يطلب مني طلب ها اديهوله، اجي اطلب من ربنا يقول لي لا مش هديك. سبحانه وتعالى. هنطلع فاصل اعلاني ونعود نستكمل حوارنا مع فضيله العالم الجليل الشيخ رمضان عبد المعز، وهناخد اتصالاتكم ان شاء الله في الجزء الثاني من الحوار. فاصل ونعود. اهلا بكم من جديد مع العالم الجليل الشيخ رمضان عبد المعز، ونتحدث عن الدعاء. فضلتك يعني يقولون ان هناك دعاء خاص بالرزق واخر خاص بالمرض والحسد، هل هناك انواع للدعاء؟ يعني بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اتكلمنا عن الدعاء وشفنا سوره الانبياء، الله تبارك وتعالى ذكر لنا مجموعه من انبياء الله، كل واحد كانت محنته مختلفه عن الاخر. سيدنا زكريا كان طالب ولد، سيدنا أيوب كان طالب الشفاء، سيدنا زكريا كان طالب النجاة، سيدنا نوح لما قومه قعد 950 سنة 9 قرون ونصف يقول للناس اعبدوا الله، ما طلبش منهم أكتر من أنهم يعبدوا الله، آمن بيه في 9 قرون ونصف 86 واحد، يعني حاجة إيه ده؟ فقال رب إني مغلوب فانتصر، رب إني مغلوب فانتصر. ف احنا قلنا قبل الفاصل انه ربنا لخص ده في اخر الانبياء. فقال انهم كانوا يسارعون في الخيرات، ده رقم واحد، يعملوا خير كتير. اثنين، ويدعوننا رغبا ورهبا، بدعي ربنا طالب منه وانا بخاف منه، جلال الله كبير قوي. بالنسبه بقى للدعوات دعاء المرض، يعني هي في ناس كتير طالبينه الحقيقه، دعاء الحسد، رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. شوف الجمال ده. طيب يعني المريض دلوقتي يا مولانا يدعي يقول ايه المريض؟ رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين، زي ما كان سيدنا ايوب يدعي. سيدنا ايوب ابتلى بالمرض قرابه 18 سنه، حتى ان الناس كلهم اعتزلوه بعدوا عنه، قال لك لا ده مش ممكن، النبي ازاي بس ده مش ممكن، الايوب فيه ده بسبب ذنب اذنبه، وكان مريض. وصل الامر لضيق حاله ان زوجته باعت ضفيرتها، باعت شعرها عشان تاكله، فقال رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. يبقى ده دعاء المرض للمرض، الحسد، دعاء الرزق. قال صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار
جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. رزقه من حيث لا يحتسب. يعني ندعي نقول ايه؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد الصحابة يعدون بين شفتيه 100 مرة يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. كثرة الاستغفار، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ده يجي له الإيه؟ والحسد. اللهم أذهب عني حر العين وبردها ووصبها. كان النبي يدعي كده عليه الصلاة والسلام. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ده عشان أقي نفسي منه. طيب حاجة كمان بقى، القرآن يقول ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. جنتك يعني ممكن ده ماشي جنة واحد ده بيتك أنت. يعني أنا ما بشوف طفلي ولا ابني عمل حاجة جميلة قوي قولش يخرب عقلك. طب وتخرب عقله ليه؟ هي ناقصه خراب. ما شاء الله لا قوه الا بالله. ما شاء الله لا قوه الا بالله. نعم. هناخد تليفونات. معانا الاستاذ عماد، اتفضل. الو، السلام عليكم. عليكم اتفضل استاذ عماد، سؤالك على طول لو سمحت. هل نفسي او يعني هل هناك اوقات يفضل فيها الدعاء يعني ربنا سبحانه وتعالى مثلا في الربع الاخير من الليل؟ حاضر. سؤال واضح جدا، هل هناك اوقات للدعاء؟ ساره اتفضلي. السلام عليكم. عليكم سؤالك، اتفضلي يا ساره. أنا كنت عايزة أسأل الشيخ، يعني في حد سمعت حديث القدسي ربنا بيقول إذا انشغل عبدي بحمدي عن سؤالي أعطيته خيرا مما من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. تمام. فهل الأفضل إن الواحد يعني بيستحي إنه يطلب من ربنا أكثر من ربنا بيقوله، فهل الأفضل إن أنا اكتفي بالحمد وربنا لو مقدر لي حاجه ثانيه هيزيد؟ جميل، شكرا جدا. سؤال طمع في ربنا بيكون افضل ان انا ادعي بحاجات ازيد من. سؤال جميل يا اخت ساره، شكرا. يا استاذ فؤاد اتفضل. السلام عليكم. عليكم اتفضل، سؤالك يا فندم. سؤالي للشيخ، بس كنت عايز اساله اقول له هل في معيار للاجابه بتاعه الدعاء؟ يعني هي ايه الحكمه؟ دي حاجه. والحاجه الثانيه، ايه الحكمه من تاخير الدعاء؟ يعني الواحد لما بيدعي هل تاخير الدعاء دي حكمه أو تاخير الاجابه؟ تقصد تاخير الاجابه؟ ايوه. امتى تكون الاستجابه فوريه؟ وليه دايما الناس لما بتدعي على الحاكم الظالم او على العدو او على العدو قصدي؟ سؤال واضح يا استاذ فؤاد، شكرا. معانا حد تاني؟ طيب ناخد اجابات. جميله قوي الاسئله. اولا اوقات الدعاء فضلتك. احنا لازم نتفق الاول. نعم. على ان الله قال ادعوني استجب لكم. نعم. في اي دقيقه من اي ساعه من 24 ساعه منين ما تدعو ربنا هيستجيب الله دعائك. نعم. يعني في خلال ال 24 ساعة تدعي في أي وقت ربنا، ده الأصل. نعم. لكن هناك أوقات مميزة أرجى للقبول، زي إيه؟ ما بين الأذان والإقامة. قال صلى الله عليه وسلم أن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. بين الأذان والإقامة. والإقامة. نعم. المؤذن في أي صلاة. في أي صلاة، المؤذن. نعم. أذن وأنا قاعد كده منتظر إقامة الصلاة، ما بين الفترة ديت أوعى تفوت الفرصة، لأن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. جوف الليل الآخر، لو الثلث الاخير من الليل. يعني ايه الثلث الاخير من الليل؟ اشوف المغرب بيأذن على كام والفجر بيأذن على كام، واشوف كم ساعه بينهم واقسم على 3 هيديني الثلث الاخير من الليل. ينزل ربنا الى السماء الدنيا كل ليله يقول هل من سائل فاعطيه، هل من مستغفر فاغفر له، هل من تائب فاتوب عليه، هل من كذا، هل من كذا، حتى تطلع الشمس، يعني حتى تطلع الشمس من مغربها، يعني لحد يوم القيامه. فده وقت مميز. ايه كمان؟ عقد الصلوات المكتوبه اللي هو دبر كل صلاه. حتى النبي عليه السلام قال لسيدنا معاذ، يا معاذ اني لاحبك لا تدعن دبر كل صلاه تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم. تمام. اخذنا كم وقت لحد دلوقتي؟ نعم. 3. الوقت الرابع المميز برضو، ان في يوم الجمعه ساعه لا يوافقها عبد مسلم يسال الله شيئا الا اعطائي، اللي هي ساعه الاجابه، اللي هي من امتى؟ في راي بيقول انها ساعه صلاه الجمعه نفسها، ساعه ما يقف الامام على المنبر، وفي وقت بيقول انها الساعه اللي قبل المغرب، من العصر للمغرب. اقول لكم اضمن حاجه دلوقتي من صلاه الجمعه لحد المغرب. صح. ادعو. طيب هل هناك معيار الاجابه؟ يعني في اشارات لقبول الاجابه؟ لا، هو في نقطه انا لما اجي اقول لقبول الدعاء. جميل قوي. نعم. انا لما اجي اقول لبابايا على حاجه معينه اطلبها منه، ماشي، ف يا بابا انا عايز عربيتك، عايز اركب عربيتك،
فقال لي لا. هو كده أجابني ولا لم يجب؟ أجاب. أجاب. ما هو الإجابة يا جماعة ممكن تبقى بالنفي أو ممكن تبقى بالإجاب. يعني أنا طالب من ربنا حاجة، شيء معين، الدعاء ده يستجاب له ثلاث طرق. إما أن يستجيب الله دعائك، طالب عربية يجيب لك عربية. وإما بمناسبة كان معانا لسه حد أخت فاضلة تتكلم، كان ابنها شقي جدا، دعيت له بالهداية ربنا يعني استجاب لدعائها، وقالت بتقول بكرة طالع عمرة، هو طالع عمرة، فريت تدعي له كمان إن شاء الله ربنا يتقبل ويجعله هو وولادنا ولاد الناس كلها يجعلهم من الأبرار الصالحين. يبقى الدعاء إما يستجيب بصورة مباشرة للشيء اللي أنت طالبه، وإما أن يدفع الله عنك من الشر بمثلها. أنا بقول يا رب ابني يجيب 100% في الثانوية العامة، يقوم يجيب 80% وكان مقدر أنه هيحصل له مكروه فربنا يصرف عنه، وإما أن يدخر الله تبارك وتعالى الثواب هذه الدعوة في الآخرة. طيب أني واحدة فيهم هتتحقق؟ اللي ربنا يعني سبحانه وتعالى بتدبيره يعلم أنه مصلحة لي. نعم. يعني حين أن أكون أطلب شيء معين وأنا أتخيل أن الشيء ده فيه مصلحة، لكن بعلم الله الشيء ده فيه مضرة لي، ربنا يصرف عنه. سماحة تفضلي. عليكم سؤالك يا استاذة سماحة، اتفضلي. ازيك يا عم الشيخ؟ اهلا بيك يا اختي، اتفضلي. انا كنت بس عايزه اسالك عن حاجه، ان انا كنت يعني بعمل محاولات للانجاب وكده بقالي 4 سنين. فحاسه ان ربنا مش راضي عني، عايزه اعمل حاجه اكفر عن الحاجات اللي انا عملتها قبل كده. اعمل ايه؟ طيب وادعي ربنا ازاي؟ حاضر، شكرا يا استاذة سماحة. السؤال ده سؤال جميل ويمس كثير من الاسر. يعني حتى واحنا في العمرة وجيت كده فبدعي ربنا، فبقول يا رب اللهم من على كل شاب بالزوجة الصالحة. نعم. لقيت الناس ورايا كأن دستنهم على الجرح، آمين، كل واحد عايز ابنه يتجوز، نقول لها يا سماحة اللهم من على كل فتاة بالزوج الصالح، آمين، اللهم من على كل زوجين بالذرية الصالحة، لقيت آمين طلع بحرارة، كأن كتير من الأسر عايزة الأطفال. يعني نقول لها عليك بأول سورة مريم. سيدنا زكريا بيقول ايه في البداية؟ والله ايات روعة جميلة. يقول ولم اكن بدعائك رب شقية، يا رب انا عمري ما حشقى وانا بدعوك. شوفوا اليقين بتاع النبي ده الجميل ده. ولم اكن بدعائك رب شقية، ادعي دعوة سيدنا زكريا، رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين، مع الشروط اللي احنا قلناها من طيب المطعم والمأكل، مع اختيار الاوقات اللي ارجى للقبول، مع اليقين في الدعاء، مع فعل الخيرات، ربنا هيمن عليك. انا بعتذر جدا للتليفونات، مش هنقدر ناخد اكتر من كده، بعتذر جدا ان شاء الله في الحلقات القادمه هيكون في مجال اكبر للتليفونات، لكن هناخد برضو سؤالين على الفيسبوك. اخونا حسام سليم بيسال سؤالين، ماذا عن الدعاء في ساعه نزول المطر، وهل الدعاء يمنع القدر؟ الدعاء ساعه نزول المطر من الاوقات اللي الدعاء فيها أرجى للقبول، عند صياح الديكة لما الديك يأذن لأنه رأى ملكا، فالنبي قال يعني اسأل الله من فضله، عند نزول المطر والمطر نازل الدعاء أرجى للقبول. نعم. السؤال الثاني إيه؟ هل الدعاء يمنع القدر؟ النبي عليه السلام قال لا يرد القدر إلا الدعاء. طيب ما هو الدعاء كمان من قدر الله تبارك وتعالى. إزاي يعني؟ يعني يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وأنا ذكرت حديثين قالهم النبي عليه الصلاة والسلام، ذكرناهم للسادة المشاهدين من قبل، لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يرد القدر إلا الدعاء. فالقضاء يرد بالدعاء الخالص اللي استوفى الشروط بتاعته، والقدر وتبقى في النهاية يا جماعة المظلة الرئيسية لكل هذه الأمور هي رحمة الله بنا، أنه يفعل ما يصلحنا ويدفع عنا ما يسوءنا. في نهاية حوارنا نرجو أن نختتم بدعاء. أمين وأن أؤمن خلفك بأولانا، تفضح. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا. اللهم إنا نسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك، نسألك يا الله يا رحمن باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت. نسألك يا الله أن تجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، أمنا وأمانا، وسائر بلاد المسلمين، ودفع عن بلدنا المحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا أحياء وأمواتا، ولأصحاب الحقوق علينا، وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا واغفر ذنوبنا، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مكسورا إلا جبرته، ولا طالب علم إلا رشدته ووفقته،
ولا ضالا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا وقضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعلنا يا ربنا في ليلتنا هذه ممن دعاك فأجبته، ورغب فيك فنفعته، وتوكل عليك فكفيته، واستهداك فهديته، واستجار بك فأجرته، واستغفرك فغفرت له برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا ومولانا إله الحق، لكل واحد منا حاجة، وحاجتنا عندك أن تغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، وتوفنا وأنت راض عنا يا كريم، أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. واحفظنا يا ربنا، واحفظنا يا ربنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم من أراد مصرنا وأمنها واستقرارها بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد مصر وأمنها واستقرارها بشر فاخذله يا رب العالمين واجعل كيده في نحره. اللهم أذن لنا بالفرج، اللهم أذن لنا بالفرج، اللهم أذن لنا بالفرج. اللهم إنا ندعوك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تقضي حوائجنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قلت في كتابك وأنت أصدق القائلين، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فها نحن يا الله، ها نحن يا الله، ها نحن يا الله، قد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم استجب لنا كما وعدتنا، هذا الدعاء ومنك الإجابة، هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يفتح عليك مولانا ونفعنا بيك دايما ودعائك دايما، شاكرين دايما. نشكركم جدا، دي كانت حلقه النهارده في 90 دقيقه، نفكركم بكره ان شاء الله باذن الله حلقه واحد من الناس 10:30 مساء. انا ارجوكم تتابعوها، شكرا جزيلا، تصبحوا على خير.